الفكرة اجتني انه انا عندي 5 اطفال وعندي الزوجة السادسة، فانا نزلت على السوق اني اشتري لهم انا شباشب، فلقيت للشباشب في الاسواق بسعر طائل كتير، فانا ما قدرتش اني اوفر لها اياها لانه انت عارف الوضع، تعرف الوضع كيف، فانا اضطريت اني انا اعملهم بالخشب لانه انا صنعت نجار، فاجتني فكرة اني انا اعمل في الخشب، فتمكنت انا اخذت عندي في الخيمة كسرت خشبة وجبت، كانت انا عندي منشاره، جبت انا المنشاره معي من الشمال وجيت فيها، فالمنشاره اشتغلت فيها والحمد لله، واخذت خشبه من الخيمه واضطريت اني اعمل الشبشب للبنات بالخشب، والحمد لله ان ربنا يعني وفقنا وقدرت ان انا اكمل واعمله. صعوبات انه المعبر مسكر وفيش اشي بمرق له، ولا في لا مادة ولا في إشي بمرق ولا في أي إشي، فأنت لازم تصنع إشي من ولا إشي. أنا بفكر إن أنا أطور حالي لأنه أنا عندك الشتاء فصل الشتاء عنده أجاك، وأنا عندي خيمة كلها مكسرة ولفيت وزقت على الجميع، ما حدش قال لي خذ هاي حتى نشادة للخيمة، وهي بتقدر أنت تشوف الخيمة وتصورها الخيمة وتشوفها كيف. حابب إن أستمر فيه لأنه أنا أخليه مصدر رزق لإلي، في أجوا أكثر من واحد طلب وعملت لهم، يعني أجوا كمان أسرة طلبت وعملت لهم كمان واحد، بس برضو كمان مش هذا لأنه بدك أنت إمكانيات وبدك حدا اللي يدعم معك، تدعم يعني حدا يدعمنا إنه إحنا نقدر نوصل أكثر عدد زي هيك، إنه نشتغل ونعمل ونسوي. في عندنا خيمة وفي عندنا كل شيء، بس الخيمة وضعها سيء كثير، وشباشب احنا عندنا غاليات كتير وبالسعر ثامن كتير كتير، وفيش عندنا صنادق بالمره، بهذا الوضع اشترينا عملنا صنادق بالخشب. احنا رحنا على السوق وما لقيناش ولا صنادق ولا شيء، روحنا احنا لقينا خيمه وزلمه قاعد بيعمل صنادق، عبرنا عليه واخذنا الصنادق منه، اخذت صندل وروح. اتمنى ان تخلص الحرب ونرجع على دورنا وكل شيء يصير زي ايام زمان، كل شيء يعني كل الأبضاع وكل شيء تصير رخيصة ونشتري وكل شيء.